عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحيحه جيده ان شاء الله. كنتمنى انكم يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اذا كنتوا اول مره كتفرجوا فيا في قناه ابداعات وفاء، فما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه، تهبطوا لديك الكتبه الحمراء في التحت صابوني، تكليكوا عليها، تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا زر الجرس اللي حتى ابوني، يكونوا عندك دوك الوديلات الجوج هكا باش اي حاجه لحتها ان شاء الله توصل لكم. وما تحرمونيش من لي لايك ديالكم، ودابا قبل لا تكملوا لا فيديو هبطوا لتحت وديروا جيم، ديروا لايك وكثروا من لي لايك وحطوا التعاليق الزوينه ديالكم بحالكم اللي كتفرحني انني ندير فيديوهات جداد وفلوكات جداد. واليوم احبابي وحباباتي جيت نتشارك معكم المشتريات ديالي اللي هي مشتريات بثلاثة دراهم يا البنات. كما كاين 5 دراهم راه كاين حتى 3 دراهم، وحتى 3 دراهم عندهم حويجات زوينين بزاف. وخرجت قبيله مهم وتقديت، قلت لي مالا ما نشاركش معكم هذا الشيء اللي خديت واخا قليل، المهم تستافدوا شي وحده الا كان خاصها شي حاجه بحال هكاك وعارفه بانه 3 دراهم تمشي تقداها. ونبداو على بركه الله يا البنات. ها هي الميكيا البنات اللي تقديت، شتوها؟ نبدا لكم يا البنات بورق الالومنيوم اللي ما كنستغناوش عنده في المطبخ، كنديرو يعني كيحافظ لك على الفران، كتغطي به الفران، كديري بزاف ديال الاستخدامات، السندويتشات كتلفي فيه الاكل والسندويتشات، ويعني عنده فوائد متعدده اللي عارفها كل مره وعارفهم المتتبعين والمتتبعات. هو البنات خديتو يا البنات بثلاثة دراهم، وكاين حتى بحالو عندهم مالين 5 دراهم، ولكن ما عرفتش الفرق. المهم هذاك بثلاثة دراهم وهذاك بخمسة دراهم. وخديتي البنات هذه اللي عجبتني بزاف، كيوت 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 زويونه ديال البلاستيك، هذه شفتيها يا البنات؟ هذه اللي كتحتفظي على الاموال المتبقيه عندك في البزطه. اي حاجه شاطت لك مثلا، هذا الشيء اللي قلت نفكر نديرو، الا شاط لك مثلا درهم جوج دراهم في البزطه وتقديتي وشاط لك تلوحي هنا 10 دراهم 5 دراهم، المهم ما تجي تعمر هذه تبارك الله حتى تجمعي واحد شويه الحصيصه. قلت لي ما انا ما نديرهاش، فكره زوينه، وحتى هذه زوينه ب 3 دراهم وفيها اللوينات يا البنات، وعجبني هذا اللون الغوز. وندوزو يا البنات لهادو، عجبوني بزاف 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 هاد الناب ديال البنات، كيعجبني نشعلو في الدار اولا في بيتي الا بيت الناس، كيعطي واحد الرائحه زوينه بزاف. خديت هاد النوع هذا هذا وهذا، شميتهم والرائحه ديالهم زوينه، قلت ناخذهم بجوج. وي البنات هذا فيه لي باكي بحال هكا، هذا فيه الباكيات بحال هكا، يعني واقيلا كل باكي والريحه ديالو، كل باكي من هادو فيهم رائحه مختلفه، وكل باكي فيه 5 ديال العود الند، هذا فيه 5 هذا 5 هذا 5 هذا 5، يعني 20 عود الند في باكيه وحده. هما يا البنات. هذا وهذا عندك، هذا الملكي العود، هذا في رائحه البخور العربيه، هذا حتى هو زوين بزاف ريحته كتعطي تبارك الله، لا هذا ولا هذاك الصراحه. نحلو وباش نوريكم كيفاش داير. ها هو يا البنات، هذا فيه غير باكيه وحده، شفتوا يا البنات فيه غير باكيه وحده هذا، وريحته لا ننصحكم البنات بهذا صراحه، تصدمت فاش شميت ريحته، والله واعره 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 بحال دوك البخور الفاخره والله. لا هذا الا لقيتو يا البنات الملكي العود خدوه، شتو راه فيه رائحه هاد الريحه ديال العود بحال ريحته زعما، هذا الا لقيتو يا البنات خدوه، واعر واعر الملكي العود وغزال والله الا غزال. ونمشيو يا البنات. شوفوا الكبيله كنت خديتها كليت فيها نص وخليت نص، حتى هي تجمعات في الميك اب.
نبدا لكم يا البنات بهذا الطبيصيل هذا الزوين يا البنات. شوفوا 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 المعلم نضر فيه غزال. شفتوا الشكل ديالو كيدير، ولكن صغير ولكن غزال. بثلاثة دراهم ديال البلاستيك البنات، هذا ديال بلاستيك ثلاثة دراهم. وندوز لكم يا البنات لهذا البانيو، حتى هو بثلاثة دراهم. هاد جوج طبيصلات دار ليا ليهم سكوتش حيت هما ديال الزاج. بنتي حلو شكون بحالي البنات كيحل بالسنان. اوه يا البنات خديت هذا، هذا راه ديال الزاج ثلاثة دراهم. شتو يا البنات غزال شتو، وكبير هذا كبير على هذا. شتو هذا صغير هذا كبير عليه، ماشي بزاف المهم شويه كبير عليه. وخديتي يا البنات هذا سامبل، هذا يا البنات سامبل وبثلاثة دراهم. يعني هاد الشكلات يا البنات في الطبيصلات بثلاثة دراهم. هادو هذا وهذا ديال الدجاج وهذا ديال البلاستيك. شفتوا يا البنات الشكلات كي واعرين، ثلاثة ديال الدراهم وزالين صافي. هادشي اللي كاين يا البنات، وما تنساوش تلايكيو ليا لا فيديو وتحطوا التعليق الزوينه ديالكم بحالكم اللي كتفرحني انني نعطيك طرق كثر. والى لي فيديو اخر ان شاء الله، افلوغ اخر. وشكرا لكم بزاف وبسلام عليكم.